في سورة الحاقة قال الله تبارك اسمه: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ماذا نريد؟ نريد أن نبطل القياس. فلما بدأ الله الأمر قال: اسمع، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. شيء، فقول الرسول الكريم إن كان جبريل أو كان النبي أدى الوحي كله، واضح؟ إنما بما أقسم الله على الوحي، بما تبصر وما لا تبصر، فليس كل ما تبصر فيه تحكم به وحي الله. فوحي الله أتى من حيث ما تبصرون وما لا تبصرون، فإذا حكمت وحي الله بما تبصرون أخطأ، وإذا قست وحي الله بما تبصرون خطأ، لأنه أقسم قبل تنزيله بما تبصرون وما لا تبصرون. ولا تقيسون إلا على ما تبصرون، إنما قبل تنزيل هذا الوحي أقسم الله بما تبصرون وما لا تبصرون، فإذا حزتم وجمعتم ما تبصرون وما لا تبصرون قيسوا بعد الأنبياء ما تشاءون. ثم قال الله بعدها: اسمع، ولا بقول كاهن. ليه؟ شو الكاهن يا سيدي؟ شو الكاهن؟ يعني كم يصيب وكم يخطئ؟ مرة ويخطئ مئة. شيء؟ هذا القياس يا شيخ. فهو الأصل ما تبصرون وما لا تبصرون، بعد الكاهن كهانة، يعني بضرب بالودع، مكايلة بالرمل، هذه هي القياس يا شيخ. إذا بتقول لي هذا القياس، نعم، لأن الكهانة علم، الكهانة علم يا شيخ، إلى طرق وإلى سبل، ويستعينون بأوثانهم وأشياخهم من الجن والعفاريت. شيخ أخوان، إنما هذا من هذا. ثم قال: ولو تقول علينا. ليه؟ لأن مفاض القياس إلى التقول، يعني اللي قاس تقول على الله، لأنه إذا قاس لابد أن يقيس في غير بين، يعني الحلال بين والحرام بين، فلا يقيسون فيه شيء، فقاس فيما سكت الله عنه، فلا بد أنه تقول على الله إذ قال حلال أو قال حرام. ولا لا أخوانا؟ فقال الله عن النبي اللي هو يوحى إليه، قال: لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم ختم الله قال: إن هو إلا ذكر للعالمين. فأردت بهذه أن نستدل ونستبين على باطل ما زعموا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام مما سماه أميرنا الصالح عمر مكايلة، اللي هي القياس يا شيخ.